عشان بس الامور تبقى واضحه. يا ترى احنا سلوكياتنا والكلام ده يمكن ثالث او رابع مره سلوكياتنا بعيده خالص، سلوكياتنا بعيده خالص عن صحيح الدين، في الصدق، في الامانه، في عدم الكذب، في اتقان العمل، في احترام الاخرين والرحمه بالناس. في احنا ده انا بشوف العجب والله بشوف العجب، بشوف العجب في اثناء إدارة الدولة، العجب من الناس. فأنتوا تصدوا بجلاء